زمانيا نحن في موسم الخريف، وجغرافيا عند نقطة دخول النيل الأزرق إلى العاصمة الخرطوم قبل أن يعانق رصيفه النيل الأبيض القادمة من بحيرات إفريقيا العظمى، ليمضي معا في رحلة جديدة تحت مسمى نهر النيل. الأزرق الدفق، هكذا يدلل أهل السودان هذا النهر الذي ينحدر من أعالي الهضبة الأثيوبية قاطعاً مسافة 1400 كيلومتر حتى يصل إلى مقرن النيلين. لكن وفي تحول هو الأول في تاريخ مجرى النهر، سوف تحتجز مياهه التي تندفع محملة بالطمي بحيرة سد قدرت في بعض المقاربات بمساحة عاصمة الضباب لندن، إذ يبلغ طول بحيرة السد نحو 150 كيلومترا ونحو 100 كيلومتر كأذرع أو خيران، أما متوسط عرضه فيبلغ نحو 8 كيلومترات. فهل سيبقى الأزرق دفاقا محتفظا بعادات جريانه في الفيض والانحسار، حيث يفوق معدل المياه 850 بليون متر مكعب أثناء أوقات الفيضان، وينخفض إلى دون 350 بليون مترا مكعبا في الأشهر الأخرى. وتبقى غاية آمال فلاحيها هي وصول مياه النهر إلى مرمى بساتينها، والتي قد يخونها هذه المرة عزم النهر في بلوغها. يأتي النيل الأزرق مندفعاً ويضرب موعداً مع النيل الأبيض في الخرطوم ليبدأ قصة تاريخية لطالما كانت مسار الاحتفاء السودانيين على مر التاريخ. على مقربة من مكان التقاء النيلين ثمة بعض التغيرات التي لا تخطئها العين، جزر صغيرة في وسط النهر وازدياد مساحات الشواطئ الرملية، وذلك بسبب تراكم الطمي خاصة في مواسم نقص الأمطار في أعلى الهضبة الإثيوبية. كما ترون أقف الآن في وسط النهر في مكان ضحل، مشهد لم يكن مألوفا للسودانيين من قبل. صحيح أن هذه الجزر تغمرها المياه في موسم الفيضان، إلا أن وجودها في الفترة من فبراير إلى يوليو يطرح تساؤلا مهما عن مستقبل هذا النهر العظيم، وهل سيقوى على قطع مسافة 1200 كيلومتر من مكان الالتقاء بالخرطوم وصولا إلى الحدود المصرية بذات المنسوب في المياه. مستوى المياه في نهر النيل هنا في أسوان مرتفع الآن، وسرعة جريان التيار تعكس ارتفاعا في حجم تصرفات النهر، فهذا هو التعبير الذي يستخدمه مهندس الري للدلالة على صرف كميات كبيرة من المياه من بحيرة ناصر من خلال السد العالي لأغراض الري والزراعة. عملية ملء خزان سد النهضة محورية بالنسبة لمصر، فإذا جرت بصورة سريعة للغاية أدى هذا إلى تقليل كميات المياه القادمة إلى البلاد، ما يهدد القطاع الزراعي بأكمله. فمصر دولة فقيرة مائيا، وهي الأولى على مستوى إفريقيا لناحية كفاءة إعادة استخدام المياه، والثانية على مستوى العالم لناحية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لري المحاصيل بها مرة أخرى. فإذا تصادف ملء خزان سد النهضة مع موسم شحيح في الأمطار على هضبة الحبشة، سوف يؤدي هذا إلى تهديد صريح لملايين الحقول المصرية بالجفاف والعطش. نحن هنا في منطقة القناطر الخيرية، حيث يتم تحويل نهر النيل إلى فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، المحطتان الأخيرتان في مسيرة النهر الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط. في القناطر الخيرية أيضا يتم التحكم في تدفق مياه النيل إلى منطقة الدلتا التي تضم عددا من المحافظات والتي تبلغ مساحتها 44 ألف كيلو متر مربع، والتي يصنفها البعض بأنها أيقونة الإنتاج الزراعي المصري منذ عقود بسبب خصوبة أراضيها. وبحسب مراقبين فإن أي تقليص في حصة مصر المائية السنوية من مياه النهر والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب ستؤثر سلبا على منطقة الدلتا، وستجعل مساحات كبيرة من هذه الأراضي جرداء غير قابلة للزراعة.